أو موضة من حوالي سنتين كان عندهم في سويسرا معسكر, فرحت لهم وأنا رايح, كنت رايح يعني كان عندي شغل في فرنسا وخدت واحد صاحبي رحت لهم على حسابي, فداخل عليهم على السن أنا هخش فعلا على إيه شباب الجيل الجديد البنطلون نازل والكلام ده, فلقيتهم ملتزمين بشكل شديد قوي قوي مش كلام يعني, والمواعيد مظبوطه والنوم لك ما فيش حد بيضايق زميله, ما فيش حد متعجرف على حد, فشدني الموضوع ورجعت تاني كان بكمل شغلي ورحت راجع لهم على اسبانيا, كان عندهم كان عندنا بطوله مع اسبانيا والسويد والبرازيل, كملنا المعسكر وعملنا بطولة جميلة جدا, وكنت شايف شوية حاجات رحت كاتبهم في تقرير ورحت بقدمهم في مجلس الإدارة, قلت لهم يا جماعة الجيل ده مش هيتعوض, الجيل ده كله جيل قريب قوي من ربنا, مثقف جدا, بيحبوا بعض, الجهاز نجح ان هو يحبب الولاد في بعض ونجح ان هو يحبب الولاد في الجهاز والعكس, وكنا جايين ومتأكدين ان احنا باذن الله هناخد كاس افريقيا وربنا يسهل باذن الله يعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى, ثم تعب الولاد دول لان الولاد دول رجاله قوي وتعبوا بجد تعبوا جامد يعني, باذن الله نفضل أسرة كده ونفضل بقوتنا وبحبنا لبعض ونروح ريو دي جانيرو وبإذن الله ربنا يكرمنا كده في ميدالية بإذن الله. كان بالنسبة لي الأهم من الأرقام إن احنا ناخد البطولة, البطولة ما كانش ينفع تكون خالص من مصر خاصة إن هي بقى لها حوالي 8 سنين مع مصر ما خدتهاش, إن هي بتأهل الأولمبياد واخر حاجه انت بتلعبي وسط اهلك وسط جمهورك في ملعبك كل الكلام ده ما ينفعش خلاص ما ينفعش طبعا, فده كانت اهم حاجه بالنسبه لنا كلنا, هو ده الحاجه اللي احنا كلنا كنا متفقين عليها الحمد لله من اول يوم في البطوله واحنا يعني كسبنا كل ماتشاتنا وكسبنا بسكورات كويسه, لكن احنا كان في ماتشات كنا ناخد كسبانين بس مش راضيين على ادائنا, فده كنا بنقعد نعمله ان احنا نتكلم مع اللعيبه ونفهمهم احنا النهارده كنا كويسين في ايه وحشين في ايه كويسين فيها وحشين فيها لحد ما نوصل لأعلى مستوى, ممكن الأداء في الشوط الأول كان متذبذب شوية, ده ناتج اللي انت لسه قايلاه ان فعلا على قد ما الجمهور بيبقى في ظهرنا وبيأذرنا, لكن برضو ممكن يكون شكل ضغط على بعض اللعيبة يكونوا صغيرين في السن أو مرة يلعبوا في أجواء زي دي, في اهتمام إعلامي كبير سياسي دولي على مستوى مصر, ده على قد ما هو بيبقى بيأزرك بس في نفس الوقت بيمس عليك ضغط, يعني تهيالي لو الماتش بتاع تونس ده كان في اي بلد تانية بتهيالي كان ممكن يبقى الشكل احسن من كده والضغوط اقل من كده بكتير وكان ممكن المباراة تنتهي من بدري, لكن هو زي ما بقول لحضرتك كده الضغط ان معظم الفرقة من لعيبة صغيرة مواليد 94 و92 و90 وبرضه حوالي 5 او 6 عناصر 88 كل ده فريق شاب يعتبر, يعني انا احمر اكبر اتنين فرقه 31 سنه, يعني في الهاندبول ده مش معدل اعمار كبير, لا في لعيبه على مستوى العالم 36 و40 و35, فده دليل ان ده منتخب شاب يعني لسه قدامه فتره كبيره لو ربنا كرم ووصلنا لفورمه كويسه ان المنتخب ده مكمل لسه 5-8 سنين قدام ان شاء الله. هو اللي احنا محتاجينه ان شاء الله ان احنا نكمل على نفس الوضع اللي احنا عليه زي ما كابتن مروان اتكلم ان الفرقه بتقعد فترات عشان تقدر يبقى في تفاهم وتجانس من بينها وبين بعضيها, ودوت واضح من ساعه بطوله افريقيا اللي كانت في الجزائر يمكن المستوى بقى احسن في كاس العالم ودلوقتي المستوى احسن, فمع الوقت ان شاء الله الدنيا بتبقى احسن, ويعني مع كل بطوله بتحس ان الفرقه بتبقى احسن من الاول, الدعم في الفتره الاخيره الحمد لله كويس جدا من الدوله,
بتمنى ان الموضوع يستمر واكيد ان شاء الله دوت هيوصلنا لحاجه كويسه. يعني احنا ممكن نطلع في اوروبا الفتره اللي جايه. هو في لعيبه كتير موجوده وانت سهل ان انت ممكن تخرج لعيبه، واحنا عندنا سند بيلعب دلوقتي في المجر وانا جاي لي في فرق في المجر دلوقتي، وكان جاي لي في اول السنه فرق في المانيا، وسهل ان انت تطلع. لكن في نفس الوقت انت بتدرس حياتك، يعني هو انت مش بتكرر حاجه زي كده من دماغك لوحدك ان انت عايز تحترف وخلاص انا هحترف، لا بتبص لها من منظور حياتك كله. فانا مثلا عن نفسي انا واحد من الناس انا ما ينفعش اخرج دلوقتي او في الفتره دي انا ما ينفعش اخرج، انا حابب وجودي هنا اكتر. بس حضرتك انا مش شايف ان في مشكله في الشارع المصري، احنا بقالنا احنا ايام الثوره ما كانش في مشكله، احنا كلنا عايشين الثوره عدت مش مشاكل، فانا مش شايف ان في مشكله في الشارع المصري خالص. تاني حاجه انا مش عارف اقارن نفسي بالمنتخب، كل منتخب او كل لعبه ليها شكلها وليها ظروفها وليها وضعها. صراحه هم اللعيبه من اول يوم كانوا فاهمين، ما حطيناش احنا نفسنا تحت اي ضغوطات خالص، هم كان عندهم الضغط ان هم ازاي عايزين يكسبوا البطوله، وده كان هم عندهم تحمل مسؤوليه للموضوع دوت. الناس الكبيره والخبره في الفرقه زودت المسؤوليه دي على الصغيرين وأمو بدورهم، يعني أحسن حاجة. وما كانش فيه يعني حتى إحنا في الآخر ما كان حد يجي يتكلم لازم نكسب عشان مصر وعشان الجمهور وعشان مش عارف إيه والكلام ده كله، ما كناش بنحاول نحط نفسنا خالص كده. إن هم عندهم ما يكفيهم من الضغط إن هم عايزين يكسبوا. أي فرقة في مصر لما بتخسر أو في الدول العربية لما بتخسر، أول حاجة يقول لك إيه؟ الحكم، اللعيب، المدرب، التغيير الفلاني. بس يعني ما عنديش تعليق، انا اسالوني اقول لا لا الحاجة مو كويس بس كده. شايف ايه اللي ينقص الجيل الحالي، يعني ان هو يقدر يجيب ميداليه اولمبيه او يقدر يحقق مركز كاس العالم متقدم، يعني او يدخل في الاربعه الاوائل احنا عملناها قبل كده؟ والله هو الشغل اكتر، يعني نشتغل اكتر ان شاء الله على نقط الضعف بتاعتنا. ممكن في عندنا بعض الاصابات لما هترجع ممكن ده يدعم عن خططنا. كان عندنا بشير اتصاب بالبطوله باسبوع او حاجه، ده كان من اللعيبه المهمه جدا. ده نمط مختلف عن نمط الاحمر وجودي، يعني الاحمر وجودي لعبهم شهر بعض شويه، بشير نمط علي زين بيشوط من بره ومن اماكن بعيده كان هيفرق معانا جدا، لكن هو اتصاب اصابه جامده بالبطوله. طبعا اتمنى له السلامه، يعني ان شاء الله يلحقنا قبل الانبياء. بالنسبه لموضوع حراسه المرمى، انا كابتن حماده طبعا زميل اصلا سابق، كان على طول معانا، هو كان بيدينا نصايح على طول. الحمد لله بقى اول ما دخل علينا وابتدى يتمرن معانا ويمرنا، كان التمرين من اول احنا ما كناش في الاول، كان موضوع لسه مش فاهمين يعني ازاي كابتن حماده كان بيلعب معانا هو المدرب، فهو ابتدى عارف يخش الدخله اللي هي اللي هو يقنعنا كل الكلام اللي هو بيقوله هو صح، لان هو قدوه اصلا كابتن حماده. فالحمد لله احنا كنا مركزين جدا في التمرين، كنت مرن كويس جدا انا وفلفل وهادي وده من يعني اللي ظهر في الملعب ده يعني جهد كابتن حماده معانا، واحنا اتمرنا كويس جدا، يعني حتى كلنا كنا مركزين في التمرين، مستوانا عالي عشان خاطر كان في تنافس جامد جدا ما بين ثلاث حراس، وده الحمد لله اللي ظهر في البطوله. اي حد منا كان بيلعب كان هو اللي كان هيأدي بالشكل ده. اللي انا فعلا طالبه، احنا في 2008 وكان الاحمر حاضر في البطوله دي، احنا كنا في نفس الموقف زي ده وكسبنا البطوله، اتكرمنا كان ساعتها من الرئيس وخدنا وسام الجمهوريه من الطاقم. اتمنى ان احنا البطوله دي يحصل كده ان احنا نقابل الرئيس عبد الفتاح السيسي وناخد منه وسام عشان يبقى شرف لينا وشرف للناس كلها.